مرحلة جديدة من الصراع الإسرائيلي الإيراني ترتسم ملامحها في شمال وشرقي سوريا، تحمل تصعيدا لم تشهده من قبل، غارات إسرائيلية مكثفة وتصريحات إعلامية متصاعدة ورغبة جامحة من تل أبيب في وضع حد للوجود الإيراني في سوريا بدأت جنوب ووسط سوريا وضيقت الخيار أمام الميليشيات الإيرانية، وتزامنت مع تحركات وتعزيزات من قبل قوات التحالف الدولي، وذلك في محاولات للاستثمار في منطقة يبدو أن إيران ستكون الورقة الأضعف فيها. وأمام كل تلك التحركات يصبح التنبؤ بمستقبل المنطقة عصيا على المتابع، فخيار الحرب والتصعيد العسكري واحد من أكثر السيناريوهات ترجيحا ربما نشهده ونتابعه في قادم الأيام. في محورنا الثاني، يعيش الشمال الغربي في سوريا مرحلة فارقة ويمضي نحو مستقبل ما يزال ضبابيا مع انسحاب آخر النقاط التركية من مناطق سيطرة النظام، ومع وجود العديد من الملفات العالقة بين الشريكين الروسي والتركي، واللذين جمعتهما الجغرافيا وفرقتهما الأهداف والمصالح. يصبح خيار عودة القتال واحدا من الخيارات المرجحة في المنطقة في حال غياب التوافق، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل في أكثر ملفات المنطقة تعقيدا، وهي الطرق الدولية وكذلك الفصائل المتشددة في المنطقة، ليكون أمام أكثر من 4 ملايين مهاجر رحلة جديدة للبحث عن إجابة لتساؤل ما زال حاضرا على شفاه الجميع: هل ستشهد المنطقة نوعا من الاستقرار على ما فيه من بؤس ومخيمات، أم أن ما سبقت إليه مناطق سوتشي هو المصير المرتقب؟ أهلا بكم في سوريا اليوم. أهلا بكم من جديد. نفى قيادي بارز في الحرس الثوري سقوط أي قتيل تابع له في الغارات التي شهدها شرق سوريا يوم الأربعاء الفائت، ووصف القيادي الإيراني في تصريح غير معتاد وصف الغارات بأنها عمياء لم تؤثر على ما سماها بالمقاومة، فيما قال قائد لواء فاطميون إن القتلى الذين سقطوا جراء الغارات هم ضباط تابعون لقوات الأسد. هذا ونقلت صحيفة كويتية عن مسؤول إيراني قوله إن الغارات الإسرائيلية استهدفت مستودعات تضم صواريخ وطائرات مسيرة كان من المقرر تجميعها في سوريا. يبدو أن فجر 13 من كانون الثاني كان حافلا ومهولا نتيجة الغارات الإسرائيلية التي صنفت على أنها الأقوى كما ونوعا منذ عام 2018. هذا التميز دفع بطهران لكسر واحدة من قواعد تدخلها في سوريا بالاعتراف بحصول الغارات على مواقع ضمن وصايتها تحت مسمى المقاومة. التصريحات الإيرانية الخارجة عن المألوف جاءت من مصدرين رسميين وآخر مخفي، حملت رسائل غير معتادة، أولها أن القصف الواسع الذي حصل في دير الزور طغى مواقع إيرانية أولا، وفق قول المستشار السياسي لفيلق القدس الذراع الخارجي للحرس الثوري الإيراني. أما ثاني الرسائل فهو التوعد بالرد القوي مع ترك الباب مفتوحا زمانيا ومكانيا كما اعتادت طهران. لكن نفي الحرس الثوري وحده لم يكن كافيا، فيخرج قائد لواء فاطميون ليجدد النفي ذاته، لكن مع التشديد على أن القصف اقتصر على مواقع للنظام وليس للميليشيات، وأن القتلى هم ضباط النظام، معتبرا وبالطبع الكلام وفق قائد فاطميون أن كل ما يجري هو عبارة عن مساع لبث الرعب والخوف في صفوف ما سماها بجبهة المقاومة. لم يقتصر النشاط غير المعتاد على ذلك، فتسعى إيران للنفي ولكن في شق آخر، وهو بما تم استهدافه في ليل الأربعاء، وعلى وجه الخصوص ذلك المتعلق بالبرنامج النووي والحديث عن استهداف شحنة مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني إلى سوريا،
فتنقل صحيفة الجريدة الكويتية عن مصادر بارزة في طهران قولها إن ما تم استهدافه عبارة عن مستودعات تضم قطعا لصواريخ وطائرات من دون طيار، وصلت قبل أيام قليلة بأمر مباشر من قائد فيلق القدس إسماعيل قاني، كان من المفروض تجميعها في سوريا. وعلى الأرض تجري إيران وميليشياتها واحدة من أوسع عمليات إعادة الانتشار شرقي البلاد، حيث تترك القيادات البارزة المنطقة باتجاه تدمر ودمشق، في حين يعكف العناصر وخصوصا من غير السوريين على الانتشار بين المدنيين وترك المقار بعد أن باتت هدفا متاحا بكل زمان ومكان. لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا نضال وتد، محلل الشؤون الإسرائيلية في صحيفة العربي الجديد، وهو معنا من حيفا. ومعنا أيضا دكتور عبد الوهاب قصاب، الباحث في المركز العربي للأبحاث، وهو معنا من واشنطن. أرحب بكم. أبدأ معك أستاذ نضال. منذ يومين ناقشنا يعني كل ما يتعلق بهذه الضربة، الأماكن التي ضربت، حجم الخسائر المادية والمعنوية التي مني بها الطرف الآخر، والجميع يؤكد أنها هذه الضربة غير اعتيادية. هل تفتح هذه الضربات بابا جديدا أو مرحلة جديدة ربما من تعامل إسرائيل العسكري مع النفوذ الإيراني في سوريا؟ أعتقد هو استمرار للمرحلة التي شهدها العام 2020 بالتوغل شرقا من طرف إسرائيل وبدء استهداف ما تعتبره مراكز إيرانية ثابتة. يعني النفي الإيراني بأنه لم يكن هناك قتلى إيرانيين هو نفي مفهوم وواضح. لماذا؟ لأن إيران لا تريد أن تورط نفسها بالاعتراف بعسكريين إيرانيين، وهي تفضل تعبير المقاومة والميليشيات التابعة لها. بالنسبة لإسرائيل، العملية الجارفة التي كانت يوم الأربعاء هي واضحة. حتى لو أخذنا بصدق الاعتراف الإيراني بأن ما تم تفجيره وما تم ضربه هو طائرات مسيرة وقطع لصواريخ دقيقة، فيتقع في مسألة الاستخبارات الإسرائيلية بضرب كل ما يمكن أن يشكل أداة في يد إيران للانتقام أولا من اغتيال قاسم سليماني وفخر زادة العالم الإيراني، وبالتالي هي أيضا استمرار الاستراتيجية الإسرائيلية طيلة العام 2020 التي اعتبرت أن كامل الأراضي السورية هي معركة مفتوحة، هي مساحة مستباحة لضرب أي وجود إيراني، سواء كان عبر ميليشيات إيرانية أو خبراء إيرانيين أو قواعد عسكرية تابعة لإيران، وإن كانت إيران تدعي أن من يستوطن ومن يقيم في هذه القواعد هي ميليشيات سواء سورية أو شيعية من خارج إيران. لكن واضح أن الخط الإسرائيلي الآن هو زي كما نقول لعب على المكشوف، من الآن فصاعدا لن يكون هناك أي حصانة لأي وجود إيراني في سوريا. إسرائيل تدرك أنها حتى الآن لم تستطع إخراج إيران بالهجمات التي كانت حتى الآن، وهي بالتالي تدفع نحو تصعيد جديد في استهداف كل ما له علاقة بإيران، ليس فقط الميليشيات والقواعد العسكرية وأيضا مخازن السلاح. وبالتالي ما الذي قد يشمله هذا التصعيد؟ هل هناك بالفعل خطط تقدم سواء لجهات الأركان، يعني طلبت من قبل قائد الأركان أو وزير الدفاع؟ هل يمكن أن يكون هناك تعيينات جديدة في مناصب حساسة؟ وفي هذه الفترة يعني ونحن قبيل الانتخابات المبكرة التي ينتظرها نتنياهو؟ لا، يعني التعيينات في وحركات التنقل في قيادة الجيش الإسرائيلي لها مواعيد ثابتة، أي أن رئيس الأركان ينتخب بأربع سنوات كاملة، ونادرا ما يتم إطاحة برئيس أركان من منصبه وتعيين بديل له، بل بالعكس عادة يجري تمديد فترة رئيس أركان في مراحل حساسة. فيما يتعلق بخطط عملياتية والتصريحات التي نقلت عن رئيس الأركان الحالي أبيب كوخافي بأنه طلب المستوى السياسي بإقرار خطة عملياتية لمواجهة ضرب إيران، باعتقادي أن مثل هذا الطلب لو تم فعلا يعني وقد يكون قد تم، لا يتم عادة تسريبه بهذه السرعة وهذه السهولة، فليس من الذكي يعني أن تكشف إسرائيل أوراقها للطرف الإيراني إلا إذا كان الهدف هو توجيه رسائل إنذار وتحذير. ونحن نذكر أنه بين عامي 2009 و2013 مثلا في عهد الحكومة التي كان رئيسها نتنياهو وشارك بها إيهود باراك، كانت هناك خطط عملياتية فعلية لتوجيه ضربة عسكرية لإيران
بقصد ميزانيات هائلة أحبطتها فيما بعد لاحقا الاتفاق النووي بين إيران والدول الست. إذا كانت هناك خطة إسرائيلية فالمفروض يعني أن تبقى هذه الخطة سرية، وحتى بلورة مثل هذه الخطة يستغرق وقت كثير ولا يتم عادة في مرحلة انتخابية وفي معركة انتخابية. طيب يعني إذن هذا نوع من أنواع الرسائل ربما عبر التسريبات، وهناك النوع الذي شهدته بالفعل المواقع الإيرانية وهي هذه الضربات الشديدة. دكتور عبد الوهاب، ما الذي ستفعله إيران؟ يعني كما تفضل ضيفي هم نفوا أن يكون لهم خسائر بشرية في هذه المنطقة، وكأنهم يقولون أنه لا وجود لنا في الشرق السوري، وهذه ليست المرة الأولى التي يضربون، يعني يبدو أنهم بالفعل يعني يحاولون هم أيضا أن يوصلوا رسائل ما للطرف الآخر. نعم، إيران واضح يعني معروف عنها تاريخيا، حتى يعني هنالك يعني لطيفة تقال أن حتى منذ زمن الإسكندر عندما قضى على الإمبراطورية الأخمينية الفارسية كان الحاكم الإيراني دار الثاني يرسل له رسائل بصوت عالي وبتهديد، وكأن الذي أمامه ليس قوة. هذا والآن كذلك، هذا الصوت العالي الجعجعة سمة مميزة للشخصية الإيرانية، ترى تتحدث بأكثر مما تتمكن. هذه نتيجة حقيقة صراع عنيف بين عقدتين تتميز بهما الشخصية الفارسية، عقدة العظمة التي هي موروثة عن الماضي بين قوسين، وعقدة الانسحاق التي هي الحقيقة. فيعني نحن بلد قاتلنا إيران لثماني سنوات وانتصرنا عليها، تعودنا على هذا الصوت العالي في كل يوم. تتصور أنه لن يصلوا إلى كربلاء فقط وإنما سيذهبون إلى الحرمين، ولكن نتيجة تجد جثثهم للأسف جثث بشر مكدسة جاء بهم قادتهم وهم. لكن يعني مع ذلك في سوريا خلال كل هذه السنوات والخسائر التي منيت بها ميليشياتهم ما زالوا موجودين، ويبدو أن التموضع بالفعل يعني قد تغير خلال الفترة الأخيرة من الجنوب السوري إلى الشرق السوري. دكتور، واحدة من استراتيجياتها في هذه المرحلة أنها تقاتل بدماء غيرها، يعني هي توسعت بدماء غيرها، توسعت بأذرع غيرها. هذه الميليشيات المسكينة التي أتي بها يعني وهم مغمضوا العينين نتيجة التعصب، أتوا بهم من العراق نسبة كبيرة منهم، أتوا بهم منهم من باكستان ومن أفغانستان، ويعني هؤلاء نسبة كبيرة جدا منهم ليسوا إيرانيين. الإيرانيين الذين يعني متواجدون هنالك هم القادة من الحرس الثوري، ممكن أن يعدون، ولكن عليك أيضا أن تحسبي في السنوات الأخيرة كم ضابط برتبة عقيد أو عميد في الحرس الثوري قتل في سوريا. هذا الموقع الذي رأيناه أمامنا الآن. طب يعني هل الانسحاب هو خيار بالنسبة لهم دكتور؟ يعني الشرق السوري نحن نتحدث اليوم عن حلم طريق طهران بيروت وعن شهور وهم يقيمون القواعد ويحفرون الأنفاق فيها. لكن حلم 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 ليس طهران بيروت، حلم عقدة البامير حدود الصين البحر المتوسط، هذا هو حلم إيران الذي كانت تريد أن تحققه وقد دفن في العراق ودفن في سوريا. هذه حقيقة. أما الآن أن إيران جعلت نفسها أداة يعني تضرب بها إسرائيل في كل يوم دون رد فعل، فهذا يعني واضح على أين هي القدرة الإيرانية المزعومة. يعني أنا كما قلت أولا، إيران استفادت من التعصب الطائفي الذي لا حدود له، وأتت بهؤلاء الشباب الذين نراهم يلطمون أمامنا الآن وهم مغمضوا العيون يذهبون. من حق إيران أن تقول أنه لم يقتل إيراني لأن قتل هؤلاء المساكين، لكن هؤلاء المساكين يمثلون النفوذ الإيراني الآن. هذه الميليشيات هي النفوذ الإيراني بعينه، وهذه الميليشيات بعينها هي التي تسيطر على الشارع العراقي، تسيطر على بغداد، تتسلل إلى الموصل، تتسلل إلى الفلوجة، إلى الرمادي، إلى الأنبار، تحاول أن تثبت وجود لهؤلاء ولهذا اللون. ويبدو أنها قد أصبحت هدفاً الآن على الأقل في الشرق السوري. أتفق معك أنها هدف، ولسوء الحظ بالمناسبة، ولسوء الحظ أن الذي يضرب هو الكيان الصهيوني، والذي جعل الكيان الصهيوني يضرب
هو النظام بطبيعة الحال يعني يتهكم السوريون على ذلك، يقولون أن ما يحدث في الشرق السوري يبدو وكأنه شأن بين إسرائيل وإيران ولا دخل للسوريين به. أستاذ نضال، يعني طرحت منذ قليل أحد السيناريوهين وهو السيناريو الذي تحدث به الإيرانيون بأن الضربات استهدفت مستودعات وطائرات مسيرة. هناك سيناريو آخر يجري الحديث عنه وهو أن هناك مواد تستخدم في البرنامج النووي الإيراني هي من استهدفت في الشرق السوري. هل إسرائيل بالفعل اليوم تتتبع مواد كهذه في سوريا وتستطيع رصدها وضربها؟ يعني إسرائيل تتتبع باستمرار كل ما يتم نقله. هو كانت هناك تقارير إسرائيلية بأن في الصحف الإسرائيلية أن إسرائيل انزعجت من تصريحات أمريكية بأن الضربات الأخيرة استندت من معلومات استخباراتية وفرتها الولايات المتحدة الأمريكية. نحن نعلم أن إسرائيل يعني تتابع عبر أقمار اصطناعية مختلفة، وبضمن ذلك لشركات مسجلة في هولندا وهي إيميجز إنترناشونال، شركة إسرائيلية مسجلة في إيرلندا في هولندا عفوا، سبق لها أن وفرت أكثر من صورة لمواقع إيرانية في سوريا وحتى في العراق. وبالتالي إذا كانت هناك فعلا يعني قطع ومعدات تابعة للمشروع النووي الإيراني فليس مستبعدا أن يكون هذا هو سبب الضربات. لماذا يعني لماذا قد تكون مواد كهذه موجودة في الشرق السوري؟ يعني هذا يبدو أن هذا مسألة مسار التهريب لهذه المواد وهذه المعدات إذا كانت هذه المعلومات يعني صحيحة 100%. يبدو أن إيران تبحث عن مسارات مختلفة للتزويد مشروعها النووي بالقطع اللازمة والمعدات اللازمة. بالتالي نحن لسنا على يقين فعلا إذا ما كانت هناك أجهزة تابعة للمشروع النووي الإيراني أو مواد خام وصلت في هذه المنطقة، ولكن في حال تم ذلك فإن من الواضح أن هذا يعني يؤكد الاستمرار الاستراتيجي الإسرائيلي في محاولة ضرب كل محاولة لإيران في تطوير مشروعها النووي. ونحن نعرف أن إسرائيل أن تنتظر لترى ماذا ستكون وجهة الإدارة الأمريكية الجديدة، هل يتجه بايدن إلى العودة إلى اتفاق النووي مع إيران وفق الشروط الأمريكية السابقة أم سيقبل بالشروط الإسرائيلية التي تريد أن يضيف في هذا السياق. أستاذ نضال، ما الذي تقبله وما الذي ما لا تقبله إسرائيل بخصوص التفاوض؟ هل لها شروط معينة تود بالفعل من بايدن أن يذهب إليها وهي توصل له الرسائل أيضا؟ يعني ما نشر في الصحف الإسرائيلية طيلة الوقت ونقله أيضا مسؤول إسرائيليون بمختلف الأصعدة، الشروط الإسرائيلية بالأساس تتصل بالمشروع الصاروخي الإيراني والصواريخ العابرة للقارات، الصواريخ بعيدة المدى التي يمكن لها أن تحمل رؤوس نووية أو رؤوس كيماوية. وإسرائيل تطالب بأن يشمل الاتفاق الجديد في حال العودة إليه مع إيران أن يشمل فرض قيود شديدة على الترسانة الصاروخية الإيرانية. هذا أكثر شيء الآن يشغل إسرائيل في مسألة. طب ماذا عن التموضع الذي لا يبدو أنه ضمن الاهتمامات التفاوضية لأمريكا؟ هل يمكن أن نجده في أجندتها بالفعل بطلب إسرائيلي؟ يعني التموضع الإيراني في سوريا هو هناك موقف استراتيجي معارض له، هناك أيضا موقف أمريكي معارض له. السؤال هل ستتفق الولايات المتحدة مع إسرائيل في مسألة محاربة هذا التموضع بشكل فعلي وميداني، أم أن ذلك سيكون ضمن حسابات أمريكية متصلة أيضا بالعلاقات مع تركيا ومع روسيا وكيفية الوصول إلى تسوية في سوريا، وماذا سيكون الحجم الإيراني أو ما هي النقطة والكعك الحصة التي ستخصص للإيران من الكعكة السورية؟ يعني تبعا لكلامك هذا أستاذ نضال، هل تستبعد أن هذه الضربة كانت بغطاء أمريكي هذه المرة، أم أن الوضع قبل ذهاب ترامب سيختلف جذريا عما بعده؟ يعني لا إطلاقا أن تكون الضربة الأخيرة بتوافق أمريكي وهدية أخرى من ترامب، خصوصا فيما يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية الآن، واستباقا لما قد يكون مرتقب من إسرائيل من طرف بايدن تحول في الموقف تجاه الضربات الإسرائيلية في شرق سوريا، وهل ستكون الإدارة الأمريكية ستعطي إسرائيل حرية كاملة كما كان الحال في عهد ترامب، أم أن الإدارة القادمة ستكون لها حسابات أخرى تتصل بمسألة المصالح الأمريكية والتنسيق مع الطرفين الروسي والتركي من جهة ومع الدول العربية في الخليج من جهة أخرى. وبالتالي إسرائيل ترى أن أمامها أيام قليلة فقط
كي تنفذ ما تستطيع بحرية كاملة دون أن تخضع لمساءلة أو لتوبيخ من قبل الإدارة الأمريكية. دكتور عبد الوهاب، يعني استكمالا لما كنا نتحدث به، هل مشكلة إسرائيل اليوم هي في الوجود الإيراني بسوريا بالفعل أم ببعض التحركات، بعض الأسلحة التي لا يجب أن تنقل من بلد إلى بلد، بعض المخاوف ربما أيضا مما يحدث في العراق وهذا ما كتبت عنه الصحافة الإسرائيلية أمس؟ يعني لأن الوجود الإيراني يعني ليس وليد اللحظة، يعني لا يبدو أن إسرائيل قد استفاقت اليوم ووجدت أن إيران تنشئ القواعد وتقوم ببناء الأنفاق، لماذا يعني يصعدون ضدها في الشرق السوري اليوم؟ يعني واضح أن إيران موجودة على الحدود الشمالية للكيان الصهيوني، يعني بوجود جماعة حسن نصر الله، هذا واضح أن هذا وجه إيراني، وكما سبق وقلت أن إيران في خارج حدودها الإقليمية تقاتل بالآخرين، والآخرين جعلوا من أنفسهم منصة تقاتل من عليها إسرائيل، هذا واضح. لكن عملية الانتشار الجيوبوليتيكي، يعني عملية الوصول إلى المتوسط، عملية فرض النفوذ الإيراني في منطقة متاخمة للكيان الصهيوني، هذا هو الذي لا تنظر إليه إسرائيل بارتياح. المشكلة هنا أن سوريا بدون إيران، هذا هو الحقيقة، الموقف ليس موقف الكيان فقط وإنما الموقف الدولي والموقف الإقليمي. يعني لن ترضى تركيا بأن تكون إيران مطلقة اليد وموجودة، ولن ترضى الدول العربية بأن تكون إيران مطلقة اليد وموجودة ولو كانت هنالك حكومة عراقية. يعني حتى روسيا دكتور، روسيا أيضا لها وجود في الشرق السوري، والضربات يعني جاءت إلى جانبها ولم تحرك ساكنا، مع ذلك إيران موجودة. إيران موجودة، أنا قلت المشكلة أن ليس هنالك جيش إيراني يضرب لكي يدحر، هنالك ميليشيات جعلت من نفسها صنيعة لإيران تقاد من قبل قادة إيرانيين. القادة الإيرانيون معدودون وقد قتل الكثيرون منهم، يعني قتل في 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 منطقة دمشق، قتل في هذه المنطقة الشرقية قبل يمكن أسبوع أو أسبوعين قتل واحدا برتبة عالية. المنطقة هذه فيها ميليشيات قدمت نفسها صنيعة ومطية لإيران لكي تحقق أهدافها وتنشر ذراعها، ولكنها مقادة وخاضعة لأوامر. إذن لا يمكن الاجتثاث إلا عبر تفاوض أو إلا عبر حل مع إيران بما أنها موجودة هنا، يعني ضد رغبة الجميع. ثقي ستأتي اللحظة التي سترفع إيران يدها من المشرق العربي نهائيا، هذه اللحظة ستأتي عندما سترى بماذا هي مرهونة دكتور؟ نعم، بماذا هي مرهونة هذه اللحظة؟ هي مرهونة بصوتها العالي، بالشعار، بدون هذا الشعار ينهار النظام الإيراني نهائيا. النظام الإيراني أقنع الآخرين، أقنع جماهيره بأنه باتباعه لاستراتيجية تصدير الثورة التي أطرها دستوريا فإنها تحقق ما قال به مرشدهم الخميني. هذه لو سحبت إيران يدها الآن من شرق سوريا، من اليمن، من العراق، لانهار ركن رئيسي من أركان شرعية هذا النظام الموجود في إيران. متى سينتهي هذا؟ سينتهي عندما سيقول الشعب الإيراني قوله ويزيح هؤلاء المعممين. طب وواشنطن هل ستكون حاسمة؟ وهذا نعم، هذه ليست لحظة بعيدة. الوضع الإيراني الآن الداخلي وصل إلى، يعني نحن إذا كانت هنالك في 2011 عندما انفجرت الثورة الخضراء كان هنالك رأي عام رافض لوجود هؤلاء، وكان على استعداد لانتخاب شخصية ترفض هذه الاستراتيجية. فكيف نحن الآن وقد بلغ الجوع مبلغه، وبلغ الفساد الداخلي الاجتماعي مبلغه، وبلغ الفساد الإداري والمالي مبلغه، وأنت ترين الحصار وما الذي فعله بإيران. إيران مشكلة الآن لو جفف المنبع العراقي عن إيران لانهار البلد نهائيا. هذا بلد كما قلت لك في مفتتح قولي أنهم يجعجعون كثيرا لكن ما موجود في اليد قليل، ونحن يعني كلنا كنا شهود على الضربة التي ضربوها لقاعدة القادسية التي تسمى عين الأسد الآن.
انتقاما للهالك قاسم سليماني. رأيت أن نصف الصواريخ بالضبط سقطت وهي في طريقها. والآن حتى إسرائيل يعني تبدو أنها تضرب وهي تعرف مسبقا أنه لن يكون هناك رد. أشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد الوهاب قصاب الباحث في المركز العربي للأبحاث، كنت معي من واشنطن. أشكر أيضا لضيفي من حيفا نضال وتد محلل الشؤون الإسرائيلية في صحيفة العربي الجديد. فاصل قصير نعود بعده لمتابعة الحلقة.